تجربة شخصية ولقيتها عند ناس كتير بتعاني منها، وهي مشكلة بتظهر في الجبهة، عبارة عن فسافيس في منطقة الجبهة. والفسافيس دي مش بتكون حبوب تحت الجلد، لأ، ده هي بتكون فسافيس ليها راس ومنتشرة بالجبهة، وبتكون مؤلمة وملتهبة. الفسافيس دي بتكون فسافيس فطرية سببها الفطريات، ودي بيكون علاجها حاجة من اتنين. أول حاجة، احنا ممكن نروح الصيدلية نجيب منها صابونة للفطريات اسمها فانجي كير، ونغسل بها وشنا صبح وليل، ونسيبها كده لمدة 30 ثانية على وشنا قبل ما نشطف الرغوة بتاعتها. والصابونة دي ممكن تعالج الفسافيس دي في خلال يومين ثلاثة. الحل التاني، وهو اللي انا عملته، ان احنا بنجيب اي شامبو معالج بالفطريات زي شامبو نيزورال او النيزابيكس، اي شامبو مضاد للفطريات في بلدك، نتهنه على الجزئية دي زي ما احنا بنستخدم الغسول بالظبط، بس هنا احنا هنسيبه مش اقل من 5 دقايق عشان نتأكد ان المادة الفعالة اشتغلت، وبعد كده نغسله. ولو هي متكررة كتير عندنا بشكل مستمر، مهم جدا اننا ناخد اقراص عن طريق الفم مضادة للفطريات زي اقراص الديفلوكان او الفانجيكان حبة مرة في الاسبوع، وكررها لمدة 3 اسابيع. قعدت فترة كتير اعالج الحبوب دي عندي بكورتيزون، وبعد كده عرفت ان انا عندي فطريات في الشعر وبتنزل على الجبهة فبتسبب الحبوب دي. تجربة شخصية استفدت بيها وحبيت اشاركها معكم، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع حبيبكم، واتمنى لكم كل الصحة والعافية. سلام.